السلام عليكم. انا في المدرسه، بغيت نوريكم واحد الماكينه اللي كتخرج كارطة المدرسه. كنديرو هكا كارطة ديالي، المهم قبل ما نوري كارطة كنديرو هكذا، كتجينا المعلومات هنايا، كتجي التصويره هنا. بلاتي نشوف نجربها. انا ديجا درتها، ما غاديش تصاوبلي لان ديجا درتها. هنا كيخرج الرقم، هنا كنتصوروا، الكاميرا كتصور. المهم هنا هكا بسطوان، الا عنده الواحد شي مشكله في الكمبيوتر او في الكود ديالو كيجي كيصاوبنا. القسم ديالي هذا هادي بلاصتي انا، شكرتي حطيتها لهي حيت كنقراو شي حاجه بالاكسل الاختزال، وكنقراو شي حاجه اللي هي عاديه، ف كنجيبو لهنايا، فانا كنختار ديما هاد البلاصه. العلاقة هاد الزرقاء الحوايج، اليوم كاينة شميسة، شنو كنقراو؟ البارح قلت لكم البوليسي قطع الباسبور، لا كيدير كليب تقبه في البيرمي، يعني البيرمي هكذا كيشد واحد هذيك كيدير فيها كليب، وكتبقى تحسب ملي كيكون واحد العدد مازال ما تاكدش شحال تيشدو تيحيدوا له البيرمي تيعاود من اول جديد تيوغي وتيعاود البيرمي. فهادي غلطتيها البارح، من سمعت الفيديو متبت على راسي بالضحك. يوم الجمعة، جمعة مباركة إن شاء الله، فرحانين بحال الدراري الصغار بأنه كاين جمعة، راحة وعطلة وفري، واحد تيحس راسو فري. أنت مشوف سميتي إلا بنت لكم؟ إذا بنت اليوم صعب، دابا نحيد صراحة من موراي. المهم هادشي اللي كاين، أنا كنت باغا نقول لكم على الغلطة اللي غلطت البارح فاش كنت سايقة، قلت لكم البوليس والباسبور، حيت أنا فراسي السفر صراحة، كنتمنى نسافر اليوم قبل غدا، فناسي موضوع البيرمي هذا بالمرة، فهو تيديرو كليب. وصراحة مية وجوج ديال الكليبات اللي دارو تقريبا غير في كوبنهاغن، حيت كاين بزاف ديال الناس كيسوقو بتهور، وسيرتو صراحة شباب، أما حتى البنات والنساء تيسوقو تيخا دايما، المرا كتسوق يعني كتسوق عادي، بالنسبه للشباب تيبداو يتسابقوا، واخا واحد ما كيتسابقش معاهم تيبغي يسابقوا تيبغي يبينوا الحداقه ديالهم في السوق، يعني داكشي تكون عندهم مشكل. هادشي اللي كاين، المهم هادشي اللي كاين. دابا حنايا شحال الساعه؟ 12:05، 12:04 غادي نبداو، حيت كانت عندنا من 11:30 ل 12:04 فرصه ديال الماكله. المهم انا قلت لكم بديت الكولاجين، وليت كنحس براسي صافا،
بلا فونديشن بلا حتى شي حاجه، ولكن كنت كنحس بانه صعبه. المهم نقول لكم سلام على الساعه ما درناش. هذا المحل ثاني انتباه ديالي، سميت مينا اختي، اي مينا كباب برودكشن اي بي اس دي بيست. اي دي بيست مينا. سمايليز كبير. صراحة عندهم داكشي حلال وزوين وصحي. سلام، كي دايرين بالصحة؟ كلشي بخير. المهم انا خارجة دابا، خارجة باش نتلاقى مع صاحبتي في المحطة ديال المترو باش نخرجو نتهراو شي شوية. المهم جو زويون، الدار مورايا. كل مره كنخرج من الزنقه فشكل. المهم وجيب معايا ساك صغير بكثرت اللي تعذبت في الشكاره. شوفوا الساك ديالي اصغر حجم صراحه، بحال ما هز والو، ولكن اضطريت ناخذ بسيطه من صغير. اضطريت ناخذ غير تليفون، حتى من السوار تبدلتهم، حيت الكبار خليت غير واحد باش كنحل. المهم قضية تمارة وخلاص. ها انتم ملاحظين انا لابسة جاكيت، لانه راه تعرفوا علاش، برد بصراحة، البرد. وسيرتو انا واخد حمام مغربي وخرجت، غير شفت شعري شي شوية وخرجت. دابا انا غادي نشوف هي فين، و ان شاء الله نتلاقاو من بعد. ما بغيتش نجلس فشي جلسه باش ما نوسخش حوايجي. واخده حمام مغربي، حاسه راسي كل نقيه. باين حمام مغربي ياك؟ شتي حمام مغربي روعه 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 صراحه. تيتبدل به الواحد 180 درجه. المهم نتلاقاو ان شاء الله من بعد. رانا مازال كنساين، وصلت لاما سنتر، حيت لاما سنتر نو جميله ساكن وحدها، اللي هو شوبينغ سنتر الكبير اللي في هذه المنطقه هذه. وعجبني هذا القلب هذا، كاتبين انه يعني الناس تاع اما حنا كيفرحنا نشوفكم مره اخرى، زعما ملي كيديروا شوبينغ ملي كيتقداو تيخرجوا تي. مهم الحمد لله من بعد الحمام المغربي وليت فريش، ولكن كثرت الهواء وداكشي شعري غادي يتشعكك. ماشي غريب عادي. جات بسلامة. بونسوار، كي دايرين مع الصحة؟ المهم جيت أنا وجميلة لهنايا الكاسترو، أو الموسيقى كاينة الفوق باش تشد السماعات، كيفي اضطريت باش نهبط هنايا تحت نسلم عليكم ونقول لكم اليوم هنايا فين غادي ندوزو العشية ديالنا أو السهرة ديالنا. المهم مشينا تعشينا في محل عربي، خدينا فلافل، ودابا جينا لهنايا لكافي كاسترو اللي توحشتو شحال هادي ما جيتلوش. المهم شعري كان بقد صراحة، ولكن تعكك ليا
ديما كنبغي نتصرف في هذه المنطقه هذه زوينه كتعجبني هذا المقعد كاسترو بزاف بزاف. المهم كنت جبت السماعه وكنت جبت السماعات اللي زيات كره صورت الفوق ماشي مشكل. وهذا هذا اللون الاحمر تعجبني. المهم اضطريت باش نصور هنايا ونهضر معكم هنايا لان الفوق كاين الموسيقى كيف ما غاديش يقدر. هادشي اللي كاين المهم بحالي سامعين الفوق كاين الموسيقى بزاف انتم عارفين اليوتيوب ما تيبغيش الواحد يحط هاد الموسيقى تاعي. شعري طوال الحمد لله طوال وتعكك طوال وتعكك هادشي اللي كاين. المهم جميلة هي كاينة معايا غير هي الفوق جالسة الفوق كتشرب كافي وانا قلت نسلم عليكم هنايا ونطلع. وهاد النخلة كتذكرني في جران كاناريا وكتذكرني في مراكش. بارفي صراحة. المهم هادشي اللي كاين كنتمنى ان شاء الله دوزو السبت زوين. عيات ليدي دوزو السبت دوزو السبت زوين ان شاء الله كيما تحبوا. واكيد ان شاء الله غادي نتلاقاو في فرصه قادمه ان شاء الله باذن الله. بغيت نوري لكم اليوم السبت كيفاش انا جميله هكذا خرجنا وحلفنا ما نطيبو ما طيبناش وقلنا غناكلو برا وغادي ندوزوها بحال اللي قلت لكم السبت. وغدا ان شاء الله اكيد ما نعرفش نطيب ولا ما نطيبش خفت ربي يحنتني فنقول الله اعلم هذا الشيء اللي كاين. المهم كاين شي لقطات من البارح كاين شي لقطات من اليوم ان شاء الله نحاول كيفاش نقادهم. وهذا مكان نقدر نصور واحد الدقيقه الفوق فوق الا قدرت الا ما قدرتش على ود الصوت على ود الموسيقى نصور مره اخرى ان شاء الله. اوكي حنا مازال في الزنقه الليل دابا في منطقه ديال العرب. هذه قهوة ديال كاسترو. مهم صافي ظلام الحال كانت سنة جميلة طلع ملي كنسمع شي صوت عالي كنحيد. المهم الساحة الحمراء مورايا لهي زي ما كتشوفوا. صافي هادشي اللي كاين. نمشيو نكملو السهرة في الدار ندادر معنبقاش نجيبهم أصلا مبقاش الصيف في هاد البلاد. خصو غير باش تشوفني المهم هادشي اللي كاين. باقا الدنيا عامره صراحه لان اليوم السبت الناس تيخرجوا تيتساراو تيفوجوا تيمشيو قهوات. المهم وسيرتو هاد المنطقه هادي ديال العرب صراحه زوين. كاسترو يا كاسترو قهوة ديالنا المفضلة. كنمشيو بزاف للقهوة ولكن ما تنقدرش نستغنوا على هاد القهوة. والداخل ما قدرش نصور لأن الموسيقى بزاف عالية كيف ما قدرش نصور الداخل. المهم صحيح الدنيا باردة وصحيح الليل ولكن الجو واعر. وهاد الصاك بحال اللي قلت لكم صغيور ما كيتهز فيه حتى شي حاجة بحال ديك القشاوج د عاشورة هاكا كنعتبر هاد الصاك ولكن مريحني ما حاسش بداك الثقل اللي كنت كنهز. تنهضر معكم دايره بالي مع جميلة لأنه ما عرفتنيش بأن أنا جالسة هنا برا نسينها باش تطلع. هاي جاي
جوجو هاي جميلة غتسلم عليكم. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير بمناسبة عاشوراء. ونسلم عليكم بزاف، توحشتكم بزاف، وراني عارفة باللي تاني انتم توحشتوني، ونتمنى لكم السعادة والهناء، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله. ان شاء الله. المهم دابا حنا غادي نمشيو ليدل ضروري، قبل ما نمشيو للدار خصنا نتقداو شي حاجه ضروري، وغادي نمشيو ان شاء الله للدار. المهم تا خرجت جميله هنا عاد قالت لك ويلي علاش كنا جالسين لداخل هنا غزال الجو شباب بزاف. قالت لك شباب بزاف الله هوا يعني منظر غزال، منظر شباب، والهواء زوين. ايه صراحه زوين حق، ماشي سخانه كيفنا. لا لا لا، ولكن جو غزال صراحه، ربيعي ربيعي ماشي صيفي. نخليكم سلام. كنتمنى لكم سهره سعيده. انا دابا جيت عند جميله، انا وياها جينا للدار سهرانين عندها. المهم هي ما عجبتهاش القهوه في كاسترو دري جميل، والو الكاسترو اليوم قهوه بارده. عجبتنيش قهوه اليوم يا انا تشربت قهوه حاميه وشابه ولكن حنا غادي نديرو اتاي ونشربو مع الحليب وغادي نكملو السهره هنايا. هذا ما عندناش مشكله، حنا عندنا الحل لكلشي. المهم السبت خصو يدوز يعني سبيسيال، ما خصناش نجلسو في الدار عينا من الدار صراحه. حسو بالويكاند وي لازم نحسو بالعطله ضروري، حيت هذا مادام السبت عطله اذا خصنا ندوزوه عطله، ما خصناش نجلسو في الدار. المهم واحد يخرج ويشم الاكسجين يبدل ويحس بلي راه بني ادم حي فوق الارض. وي صح، ماشي قاعد بني ادم غير يكون شرب وتفرج و خصها يدير شي حاجه. صح، الحمد لله رانا في دوله حره. وي فيها الامن وحره، وكتشوفي نهار كي النساء تمشى في ما كنخافوش حتى شي حاجه، واخا تمشي حتى 3 الصباح ما كاينش اللي يهضر معاك صراحه. بالعكس يقدر البوليس يوقفك يقول لك واش محتاج مساعده صراحه. يسعد خبارك هنايا جميله، شتي مني كي بحال دابا شي واحد لقاوه مسكين سكران و تيطاوح هكا شي داري ماركي ولا شي عربي ولا اللي كان، راه البوليس يهزو تيديو حتى للدار. واه والله الامن. جاتني هاد الضو هذا، جاتني بحال فلاش الضو هذاك. المهم بحال اللي قلنا حنايا مشينا دوزنا اليوم في كاسترو، تغدينا في هذيك، ماشي تغدينا، تعشينا في هذاك ديال شنو سميتو ديال المناقيش. حنا خدينا فلافل كانت زوينه صراحه، غير هو كان حاط لينا كنبغيناش الدعوه زعما حنا نديرو ريجيم ما كليناش شي حاجه ثقيله الصراحه، لخاطر حنا كي ندخلو للريستورون طبسي يجي هذيك ملي كنكونو في دالفال، هذيك ملي كيكونو في المحل التركيه كنبقاو غير نخبطها في طباصل طبسيل مور طبسيل. ولكن لا ما حنا كلينا فلافل، ولكن ما عجبنيش حتى الساندويتش حيت فيه هذوك اش كيسميوهم هما هذاك الحواميت شنو سميتو هذاك المخلل، المخللات هذاك اللفت مخلل، وهذاك الكورنيشون وهذاك الشيء جاني حامض، انا ما عنديش مع الحموضه. صح فيها البنه، فيه البنه. لا هو زويون، هو ساندويتش هو صراحه زويون، ولكن ولكن حامض. انت كنتي باغا شنو كنتي باغا تاكلي؟ حنا كنا بغينا ناكلو الفطير ديال السبانخ. سبانخ ساعه ما لقيناهمش، فريش صراحه، كنا موالفين ديما هي كتاخذ ثلاثه وانا كناخذ ثلاثه، كانوا دايرين غير كي تاع البطاطا حنا ما يدي عيات. المهم شعلنا الضو دابا عاد بانت العفسه، كنقول لك كنهضر جزائري انا. المهم دوزناها بخير ماشي مشكل، واخا القهوه صراحه ما عجبتناش خلصناها غير هكاك، وما عرفتش علاش
عرفتش علاش اول مره كنحسوا بقهوه خايبه، ولا ولينا منين جينا من المغرب والجزائر ولا كيبان لنا كلشي خايب. ولينا كلشي ولي صراحه حنا ولفنا الفوضى. حنا في بلادنا كي تدخل شي قهوه ما كنا تصيديش حتى وين ديال رجليك يعني، والناس دو 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 والزكاو والهضره هنا على بالك تدخل الكاردي ما كاينش الدبانه اللي والو الدبانه ما تزغطش ما تزنزنش خص. احنا ولفنا نعيشوا في فوضى، فوضى وخر عليا ولا فعس عليك يقول لك مالك ماكش تشوف راك عنا. والله الا عندك صح. المهم حنا غادي ندوزوا السهره ديالنا كما ما كان، سواء بالطول سواء بالعرض سواء باتاي سواء من غير اتاي بأية وسيله، باي وسيله، المهم حنا نفوجوا وشعلنا الضوء وبدينا. وغادي غادي ناخذ بيجامه جابتها لي مسكينه جميله باش غادي نوض نصلي ما نضيعش الصلاه، حيت بقى لنا انا وياها غادي نصليو ان شاء الله، ما صليناش المغرب. المهم قبل ما نخرجوا صلينا العصر الحمد لله، بقى لنا المغرب بقى لنا العشاء باش نسهروا ان شاء الله على خاطرنا. وهذا ما كان هذا الشيء اللي كاين اليوم، وكنتمنى لكم ان شاء الله بويكاند. حنا دابا راه 10 الليل ولا شحال شحال جميله عندك؟ 11 قل 20 11 قل 20 اه وي ها الساعه قدامي وانا كنسول وي 11 قل ثلث صافي ماشي مشكل. المهم باقي الحال ان شاء الله باذن الله، وتقدينا شي 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 صوالح شي حاجات ماشي بزاف شي حاجات قليله. المهم ملي دير بحال اللي قلنا وجينا دابا غالسهره. المهم نمشي شويه ان شاء الله نمشي للدار باش نرتاح، وغدا ديري رونديفو انا وياها عاوتاني باش نخرجوا. المهم خصنا الويكاند يدوز مزيان ياك جميل ان شاء الله، حتى فقنا غدا ان شاء الله نمشي نشوفوا السوق القديم ولا واحد يتسوق يروح يتمشى. وي وغتمشاو في هذه البلاد على الاقل المشي، لان كاين النظافه والطريق مسرحه ونظيفه، وما كاينش هذاك الغاشي تاع اللي فعس عليك يقول لك راك عمى. لا 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 ما كاينش. لا وزيد حنا غادي نتمشاو نشوفوا الجسر في الطريق، غنمشيو للبحر ونشوفوا هذاك الجسر الجديد اللي داروه، داروا بضوايات وداروا فوالا توريهم غدوه ان شاء الله تشوفوا غدا ان شاء الله باذن الله. وش غنقول لكم؟ تصبحوا على خير في امان الله. باي باي.